الحلقة اللي بعدها، يعني 3 حلقات مرتبطين ببعض. تعال كده نشوف أول حلقة بتقول إيه. أولا عنوان الدرس بيقول Approximating to the nearest 10. يعني إيه يا مستر Approximating to the nearest 10؟ إن أنا بقرب العدد بتاعي إلى أقرب 10. أنا عارف التين واليونت، يعني أنا مثلا كده بالبلدي قبل ما أخش على الدرس ده، لو أنا مثلا معايا 7 باوند، قربت توصل للتين ولا قربت توصل للزيرو؟ أكيد قربت توصل للتين، يبقى باقي لها 3 عشان توصل للتين. لو طلعت 8 يبقى الـ8 برضه قربت توصل للتين، باقي لها 2. دي نقطة. النقطة التانية approximating يعني ايه؟ اللي انا برمز لها بالعلامة اللي عاملة زي علامة equal، بس ايه فيها هي تشبه لعلامة الايكوال تقريبا، بس كل الحكاية ان السيمبل الجديد ده اللي انا هرمز له عبارة عن شرطة equal، بالإضافة إن أنا هعمل إيه كيرف من فوق. كأني برسم كده إيه مطب أو رملة أو. يبقى دلوقتي السيمبل دي معناها approximately يعني قرب يكون كام، هو كام وقرب يكون كام، اتفقنا؟ approximately equal. طب والأسئلة بتاعتي ممكن تجيلي ازاي؟ تعالى كده نشوف. في حتة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها عشان دي اللي هنحل بيها المسائل. هي كل الحكاية ان انا عندي حاجة اسمها happy number و sad number. happy numbers يعني سعيد فرحان بتوزع الخير لكل الناس، sad number number زعلان وحزين ما بيديش حد اي حاجة. ايه هو بقى الهابي نمبرز والساد نمبرز؟ انا عندي نمبرز اللي هو الزيرو والوان والتو والثري والفور، دول النمبرز اللي انا بسميهم ساد نمبرز. حتى احنا ممكن نرسم ايه شكل واحد كده حزين وزعلان او بيعيط، هنفهم دلوقتي معناهم ايه. عندنا كمان الهابي اللي هو بيوزع الخير اللي هو أكبر من 4 اللي هو 5 والـ6 والـ7 والـ8 والـ9، هنرمز له برمز واحد مبسوط سعيد وبيضحك لأنه بيدي الناس الخير. ممكن نرسمها بنوتة كده عشان تعرف إن هي إيه سعيدة وفرحانة. المهم هنعمل إيه بالنمبرز دول؟ أولا السؤال بيجيلي زي اللي قدامي كده، عندي numbers اسمه 85 والعلامة دي معناها approximate، وهنا كاتب لي to the nearest 10، كاتب لي كلمة اسمها to the nearest 10. اتفقنا احنا ان احنا من فوق اسمه sad واللي تحت اسمه happy. تمام. طيب هو السؤال هيجي لي بنفس المنظر اللي قدامي. اولا احنا عارفين من الترم اللي فات ان لما يديني نمبر كبير زي النمبر اللي قدامي، انا عارف الوان دي كان اسمها اليونت والايت كان اسمها التينز واللي جنبها كان اسمها هاندردز واللي جنبها كان اسمها ثاوزندز، ده البيس فاليو بتاع النمبر اللي قدامي. إنما أنا دلوقتي في السؤال بقول لك عاوزك تعمل لي approximate to the nearest 10، يبقى بروح للبليس فاليو بتاعت الـ 10 وأقف جنبها، آدي اليونت وآدي الـ 10، يبقى حطيت خط تحت الـ 10. هنشوف النمبر اللي قبلها اللي هو الـ 5. هسأل الـ 5 هو happy or sad؟ happy. ليه؟ لأنه هو من 5 إلى 4.
الفايف عشان هو happy numbers هيدي one للنمبر اللي جنبه، أصبحت الايت ناين، والفايف هينزل مكانه زيرو، يعني 85 قربت تبقى 90. واحد يقول يا مستر طب الفايف لما ادي الايت 1 المفروض يبقى 4، احنا ليه كتبنا زيرو؟ عشان الفايف بيدي 1 اللي جنبه بس بيديها له كلها، فاصبحت الايت بقت 9 والفايف بقت زيرو. تمام، يعني معنى كده ان الفايف بتدي كل اللي معاها لل 8 فال 8 بقت 9 انما بيديها له في صوره 1. يعني تعالى كده مثلا نشوف اكزامبل كمان، لما يقول لي مثلا مديني نمبر كبير قوي بالشكل ده اسمه 86,029 ابروكسيميت تو ذا نيرست 10. يبقى زي ما قلنا في المثال اللي فات ان انا هروح لل 10، ال 10 اللي هي فين؟ اللي هي 2، احط تحت قبلها في نمبر اسمه 9، وال 9 هابي اور ساد؟ لا هابي، يبقى هيدي ال 9 هتدي لل 2 اصبحت 3. واللاين اللي انا حطيته كل النمبر اللي تحت الشمال بتنزل زي ما هي، وكل النمبر اللي تحت اليمين بينزل بداله 0. يعني ال 2 دي بقت 068، أما اللي على اليمين هيبقى إيه؟ هينزل مكانها 0. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي نفس السؤال to the nearest 10، طب فين ال 10 يا مستر؟ ال 10 اللي هي عبارة عن الزيرو، قبلها نمبر اسمه ال 8. برضه من الهابي نمبر، يبقى الايت هيدي للزير 1 اصبح 1، من ناحيه الشمال بينزل زي ما هو يبقى 0 و2 زي ما هما، ومن ناحيه اليمين الايت اصبحت 0. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه الديسمال ده بقى اتعامل معاه ازاي؟ اول ما اشوف نمبر في ديسمال كأنه مش موجود، وهو بيقول لي to the nearest 10 or 100 or 1000 أي نمبر ماليش دعوة بالديسيمال خالص، يعني هو مديني 0.105 ماليش دعوة بيها بلغيها كأنها مش موجودة. أنا اليونت بتاعتي هتبقى الـ3، تمام كده، يبقى يونت والـ3 اللي بعدها اللي هي عبارة عن الـ10. طيب اللي قبلها الـ3، هل الـ3 هتدي happy or sad؟ لا طبعا الـ3 sad number، فبالتالي مش هتدي حاجة للي جنبها، يبقى الـ3 هتنزل 3 زي ما هي، والـ3 التانية هتنزل بدلها 0 0، وكده كده من ناحية الشمال مفيش أي حاجة تانية. تعال نمسك السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده برضه مديني حاجة فيها ديسمال، برضه أنا ماليش دعوة خالص بالديسمال، يبقى هبدأ من أول الـ 8 وبعد كده 1 وبعد كده الـ 2، يبقى أنا عندي اليونت 8 والـ 10 اللي هي الـ 1، طيب الـ 1 قبلها الـ 8 والـ 8 هتدي ولا مش هتدي؟ طبعا هتديني، يبقى أصبح عندي الـ 1 بقت 2 والـ 2 هتنزل، بس ما انساش ان الـ 8 احط بدلها 0. السؤال اللي بعده 3 بس ما فيش اي حاجه تانية معاها، to the nearest 10، الـ3 دي طبعا دي عارف عباره عن يونت، ما فيش عندي 10، طيب ما فيش مكان للـ 10 يبقى بحط بداله 0، يبقى يونتس و 10. الزيرو اللي انا حاطط عليها خط طبعا الـ3 happy or sad، الـ3 طبعا هيدي للزيرو طبعا مش هيدي، يبقى النمبر بتاعي هينزل زي ما هو
زيرو، يبقى أصبح النمبر بتاعي زيرو. يبقى بالتالي هنزل زيرو زيرو اللي هي زيرو واحدة ممكن أكتبها، يبقى S3 approximate to the nearest 10 equal 0. تعال كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ بيقول لي to the nearest 10. وخلي بالك وركز معايا، لأنه هو بيقول لي حاجة يمكن تكون جديدة بالنسبة لي. هو هنا بيقول لي approximate to the nearest 10. تعال نشوف التين اللي هي فين. ادي اليونتس اللي هي 5 والتينز اللي هي 9، تمام. يبقى اصبح عندي ال 9 قبلها كام نمبر اسمه 5. طيب ال 5 ده sad or happy؟ happy يا مستر. يبقى اكيد ال 5 هتدي واللي اللي جنبه. يبقى ال 9 بقت كام؟ اكيد بقت 10. يبقى أول ما الاقي ال 9 قبلها نمبر هيديها، ما ينفعش إن أنا أكتب A10 إلا في حالة واحدة نشوفها بعد كده إن شاء الله. أول ما الاقي ال 9 دي قبلها 5 وال 5 هتدي، يبقى ما ينفعش أكتب بدل ال 9 10. أمال لو حطيت مثلا 10 بدل ال 9 يبقى أصبح النمبر بتاعي اتغير خالص. ها أصبح النمبر بتاعي ها بيكون من 6 ديجيت، يبقى مينفعش إن أنا أقول الناين دي هتبقى 10. أمال هنتصرف معاها إزاي؟ شايف الناين دي هتاخد التو نمبر اللي جنب بعض، أصبح النمبر بتاعي اسمه 39. تمام. يبقى أدي 1 لل 39 يبقى أصبحت 40. يبقى أنا عملت سيركل على 39، 39 أصبحت 40. وبعد كده هنزل ناحية الشمال، أنزل بالوان ويبقى 21 زي ما هي. بس منساش إن أنا ناحية اليمين الفايف أحط بدلها إيه؟ أحط بدلها الزيرو. يبقى دي الإجابة بتاعتي عشان ناخد بالنا منها ومحدش يتلخبط فيها. طب افرضنا جاب لي سؤال بالمنظر اللي قدامي، تعالوا كده نحلها مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. اولا انا بقول لك انا عاوز to the nearest 10، ادي اليونتس وادي التينز، حطينا خط تحت ايه التين. اللاين قبلها كام؟ هابي اور ساد؟ طبعا الناين هتدي، ها يبقى هتدي الناين، يبقى اصبحت اخد التو نمبر اللي جنب بعض زي ما قلنا في المثال اللي فات. يبقى ال 9 لما تدي 1 لل 99 هتبقى 100، هتبقى 100. طيب هتبقى 3 ديجيت، ما ينفعنيش. يبقى انا هتصرف ازاي؟ يبقى اصبح عندي سيركل على ال 3 نمبرز اللي هم بعد ال 9، ال 3 نمبرز اللي هم بعد ال 9 مباشرة. يبقى ال 9 بتاعتي هتدي للسيركل دي اللي هي عبارة عن 999، هتبقى كام يا شباب؟ أكيد هتبقى 1000، لأن أنا ما ينفعش أعمل سيركل على أي نمبر تاني اللي ما عنديش أرقام تانية خلاص. يبقى هكتب 1 9، أكيد هتدي للناين، يبقى أصبحت 1000 من ناحية الشمال. طبعا ما عنديش أي حاجة، إنما من ناحية اليمين هتبقى زيرو، يبقى النمبر بتاعي أصبح 10000. طيب تعالى بقى نشوف لو حاب يرخم عليا في الامتحان ممكن يعمل ايه. يجيب لي سؤال بالصورة اللي قدامي، يكتب لي مثلا 1/4 ويقول لي approximate، فأنا لازم أتعامل مع ال 1/4 ويقول لي to the nearest 10. To the nearest 10. طيب احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ في ناس ممكن يمسك ال 1/4 ويحولها الى ديسيمال. انا اصلا ماليش دعوه بالديسيمال خالص، انا ماليش دعوه باي ديسيمال. يبقى ال 1/4 انا مش هتعامل معاه لان هو بيقول لي to the nearest 10.
يبقى انا هتعامل مع الـ unit with 10 بس، فانا اعتبر الـ 1 over 4 ده مش موجود عندي، يبقى 2 to the nearest 10 يبقى ادي الـ 4 هي الـ 10 بتاعتي. قبلها نمبر اسمه ايه؟ قبلها نمبر اسمه 3. الـ 3 يعتبر third number، يبقى بالتالي الـ 3 مش هتدي حاجة، يبقى الـ 4 هتفضل زي ما هي، ناحية الشمال جنبها الـ 5، ومن ناحية اليمين الـ 3 هينزل بدلها 0، يبقى النمبر بتاعي 540. طيب أحيانا بقى يحب يرخم عليا فيديني مسألة زي اللي قدامي، يقول لي عاوز ده بلس ده، وعاوز الناتج أعمل له to the nearest 10. طبعا احنا عارفين ان بلس والماينس ما فيهاش اي مشكلة. تعالى في الاول لما نيجي نشتغل نشوف، اول حاجة همسك اليونت مع اليونت، يبقى 5 بلس 2 يبقى الاجابة بتاعتي equal 7. لما اجي امسك ال 4 بلس 2 يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى 6. 3 بلس 1 يبقى الاجابة بتاعتي 4. لما اجي امسك ال 2 بلس 2 يبقى الاجابة بتاعتي 4. لما اجي امسك 6 بلس 3 يبقى الاجابة بتاعتي 9. يبقى دي الناتج بتاعي اللي هو عبارة عن الناتج اللي قدامي. خلاص العملية بقت سهلة كده، بيقول لي to the nearest 10، يبقى انا هحدد اللاين بتاعها هيبقى تحت ايه؟ تحت ال 6. طب قبلها نمبر اسمه ايه؟ اسمه 7. وال 7 happy or sad؟ طبعا ال 7 هتدي ال 6 اصبحت 7، ومن ناحية الشمال النمبر بتاعي كتب زي ما هو 449، ومن ناحية اليمين ال 6 ال 7 هتبقى 0. نفس الكلام بس بدل ما اجيبها لي بلس هجيبها لي ماينس. هتعامل برضو مع المسألة زي المسألة اللي فاتت، بس بدل ما اقول بلس اقول ماينس، يبقى اقول 6 ماينس 5 equal 1. طيب لما اقول ال 5 مع ال 6 طبعا هل ينفع اقول 5 ماينس 6؟ طبعا ما ينفعنيش، ما ينفعنيش، ما ينفعش النمبر صغير ماينس نمبر كبير، يبقى هستلف من ال 7، ال 7 أصبحت 6 وال 5 أصبحت 15، يبقى 15 ماينس 6 إيكوال، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى 9. طيب ال 6 ماينس 6 يبقى الإجابة بتاعتي 0، يبقى آخر حاجة عندي ال 9 ماينس 3 يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى 6. طيب اتفقنا على كده؟ طب هو بيقول في الإجابة to the nearest 10، يبقى هحط اللاين بتاعتي عند ال 9. قبل ال 9 في نمبر اسمه 1، طبعا ال 1 ساد نمبر فمش هيدي أي حاجة، يبقى ال 9 هتفضل كما هي، واللي على شمالها زي ما هو يبقى 06، ناحية اليمين أحط بداله 0. السؤال اللي بعده بيقول لي divided، يبقى 43,267 divided 1000. طيب ناخدها بالتفصيل زي ما خدناها قبل كده. أنا لما أعمل divided 100 قلت باخد البوينت بعد كام نمبر؟ بعد 2 نمبر، فإن أنا بعتبر إن في بوينت مستخبية قبل الـ 7 وأعد 2 نمبر. طبعا هي لو عملناها بالشكل اللي قدامنا يبقى برضه أحط البوينت بعد إيه؟ بعد 2 نمبر عشان الـ 100 فيه 2 0. يبقى هحرك البوينت بتاعتي عند 6، يبقى الإجابة بتاعتي أصبحت 432.67. طيب بيقول لي to the nearest 10، يبقى أصبح عندي ده ديسيمال، والديسيمال أنا ماليش دعوة بيه خالص، يبقى هتعامل مع مين؟ مع الـ 2 والـ 3، يبقى 2 و 3، يبقى 3 هي الـ 10 بتاعتي. يبقى طبعا ال 2 أنا عارف إن ال 2 مش هتدي حاجة، يبقى أصبح عندي ال 3 زي ما هي، قبلها ال 4 كما هي، وقبل ال 3 في ال 2 هتبقى 0، ومليش دعوة بالديسمال خالص. السؤال اللي بعده بيقول لي، طبعا السؤال اللي بعده بيقول لي ماليش دعوة إطلاقا بالهاف، لأن أنا مش هعمل بيها أي حاجة. يعني أنا ممكن أحولها ديسمال؟ لأ، ملهاش أي لازمة، خليها كما هي، ولا عاوز ده ولا عاوز ده،
يعني برضه 0.3 ماليش دعوة بيها ومش هتعامل معاها. هو بيقول لي 24 بلس 35، يبقى أنا هجيب الإيكوال بتاعي 5 بلس 4 إيكوال 9 و 2 بلس 3 إيكوال 5. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. إحنا قلنا لو حاجة واحدة أنا مش هتعامل معاها، إنما هنا أنا ممكن أحتاج للديسمال. إزاي؟ طيب تعالى كده نشوف هنعملها إزاي. فرضنا إن أنا أحول 1 over 2 هتبقى 35.5 بلس 24.3، يبقى ما أعمل عملية البلس يبقى تديني كام؟ يبقى 3 بلس 5 هتديني 8. بوينت هتنزل 5 بلس 4 إيكوال 9 و 3 بلس 2 إيكوال 5. طيب خلي بالك إن أنا البوينت ملهاش أي لازمة برضه في كلتا الحالتين، إنما لو جاب لي سؤال زي كده يقول لي مثلا 32.6 أور 44.9، هنا الديسمال هيبقى ليه أهمية كبيرة. ليه؟ لأن هغير النمبر اللي جنبي. فمثلا لما أقول 6 بلس 9 هيديني كام؟ هيديني 5 كاري أب 1 وهي كاري أب 1 أوفر 2، يبقى 1 بلس 2 إيكوال 3، 3 بلس 4 إيكوال 7. فبدل ما كنا هنعمل 2 بلس 4 إيكوال 6 لا أصبحت 7. ففي حالة لما يديني 2 ديسمال بعمله بلس مع بعض يبقى لازم ايه اتعامل معاها، انما لو جابها لي لوحدها لا بيبقى ملهاش اي لازمه لان انا ممكن يغير الناتج بتاعي. طيب يبقى انا دلوقتي الديسيمال ملوش اي لازمه، يبقى اصبح عندي 2 the nearest 10، يبقى ال 5 قبلها 9، ال 9 هتديني طبعا يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى 6 وال 9 بدلها 0 والبوينت ملهاش ايه؟ اي لازمه.